يوجد في الدماغ غدتين، واحدة اسمها الهايبوثالاموس والتانية اسمها البيتويتري. الأولى تفرز هرمونات تشتغل على البيتويتري، وبالتالي تفرز البيتويتري هرمونات أخرى تتجه إلى الخصيتين ويبتدوا يشتغلوا على الخصية. نتيجة هذه الهرمونات على الخصية إن الخصية تنتج هرمون التستوستيرون، هرمون الذكورة، ويبتدي يخرج إلى الدم. الدم طبعا بيمر على الجسم كله وبيوصل إلى الدماغ وبيوصل إلى الهايبوثالاموس، الغدة الأولانية. فالغدة الأولانية تعرف إن مستوى التستوستيرون بقى وصل إلى المستوى الطبيعي. لما يزيد التستوستيرون في الدم ويوصل إلى المستوى الطبيعي تدرك هذا الأمر الهايبوثالاموس، فتبتدي حاجة اسمها نيجاتيف فيدباك، يعني تبتدي تعمل العكس. كانت الهرمونات اللي بتفرزها الأول عشان تحفز على إنتاج التستوستيرون هتبتدي تخفض من هذه الهرمونات أو تقلل منها إلى الدرجة المطلوبة. لما تقل هذه الهرمونات التأثير على البيتويتري يبتدي يقل، وبالتالي الهرمونات اللي رايحة للخصية بتقل، وبالتالي الخصية تقلل من إنتاج التستوستيرون لحد أما مستوى التستوستيرون في الدم يقل. نعيد الدورة من جديد. الرسمة اللي على الناحية اليمين التستوستيرون الطبيعي، شوفوا أثاره على الدماغ وعلى المخ، الإحساس بالسعادة، قوة العضلات وزيادة حجمها ونموها، والتأثير على الخصيتين بتنتج الحيوانات المنوية وبالتالي القدرة على الإنجاب، والتأثير على العظام، نمو العظام وطولها وفي صلابتها. كل ده يتأثر لما التستوستيرون يكون منخفض. ويا ترى لو ناقص بيعمل فينا ايه؟ يأثر على الدماغ، يبقى الواحد عنده ضعف ووهن كده مستمر، ويبقى عنده إحساس بالاكتئاب، وتبتدي الجسم يتراكم فيه الدهون. ما هو التستوستيرون عدو الدهون، هو اللي بيدوب الدهون، ولما بينخفض بتبقى فيه فرصة لهرمونات أخرى بتساعد على تراكم الدهون في منطقة الكرش. أي واحد كرشه كبير أو معظم اللي كرشهم كبير على طول تعرف إن التستوستيرون عنده منخفض، وبالتالي برضو انخفاضه يأثر على الخصيتين، مفيش إنجاب، وكذلك الرغبة الجنسية والأداء الجنسي بيبقى منخفض. وعلى العظام زي ما تشايفين كده الرجلين، العظام نحيفة وضعيفة وممكن يحصل عنده هشاشة في العظام. كيف نزيد التستوستيرون في أجسامنا؟ في طريقتين، يا إما نجيب التستوستيرون من مصدر خارجي أو نحفز إنتاجه داخليا داخل الجسم. مصدر خارجي يعني إيه؟ اسمه إكسوجينس، والداخلي إندوجينس. مصدر خارجي إزاي؟ بإن إحنا ناخد تستوستيرون جاهز، يا إما على هيئة حقن، يا إما على هيئة حبوب، يا إما على هيئة مراهم أو باتشز. الطريقة التانية تحفيز الجسم إنه ينتج تستوستيرون بشكل طبيعي اندوجينس. ازاي؟ بان احنا ننشط الغدد التي تفرز التستوستيرون بانها تزيد من انتاج التستوستيرون، وهذه هي الطريقة الطبيعية، وهي تنشيط الجسم انه يزود التستوستيرون بتاعه من غير لا ابر ولا حبوب. كلنا عارفين ان اخذ التستوستيرون جاهز بشكل حقن أو حبوب أو غيره له أضرار بالغة، ربما يكون دمور الخصية، دمور الغدد التي تفرز التستوستيرون. ولسبب، لأن وجود التستوستيرون الخارجي دايما بيدي مستوى ليه في الدم مرتفع، وبالتالي الدورة اللي كنا شرحناها لإنتاج التستوستيرون بتبقى عكسية، يعني دايما
غدد في الدماغ بتقول للخصيتين ان التستوستيرون مستواه عالي او كويس، فممنوع تشتغلي اكتر من كده. مع الوقت اسبوع اتنين تلاتة شهر تلاتة لما نيجي نوقف حقن التستوستيرون ونحب جسمنا يشتغل طبيعي، تكون الخصيتين من قلة الشغل، خلايا اللي بتنتج التستوستيرون بتكون دمرت وضعفت. في أمراض أخرى غير مسألة ضمور وضعف الغدد التي تنتج التستوستيرون بتحصل نتيجة هذا الضعف. إيه هي؟ علامات أنثوية تظهر على الرجل زي الجاينيكوماستيا، كبر حجم الثديين، زيادة ضغط الدم، زيادة عدد كرات الدم الحمراء، حاجة اسمها بوليسايسيميا، طلوع حبوب ودمامل في الجسم، أكنيا، وممكن يحصل حاجة اسمها بناين بروستاتيك هايبرتروفي اللي هو تضخم البروستات الحميد. دي بعض مضاعفات ان الواحد ياخد تستوستيرون خارجي. امتى الواحد يحتاج ياخد حقن التستوستيرون؟ بالانسان ممكن ينخفض عنده التستوستيرون، لازم يعمل تحليل التستوستيرون في الدم ويكون منخفض عن الطبيعي. وبالمناسبة الطبيعي بتاع التستوستيرون في الرجل من 300 إلى 1000 نانو جرام بر ديسيليتر. الإنسان لازم بيعمل تحليل الأول، بنطلب منه تحليل دم للتستوستيرون، كامل التستوستيرون توتال والفري تستوستيرون النوع الحر، وبرضه بنطلب عد دم عشان نشوف كرات الدم الحمراء عنده زيادة ولا طبيعية، عشان ما يتعرضش لمخاطر زيادة كرات الدم الحمراء وزيادة اللزوجة وتكون الثرومبوس أو الجلطات. الحقنة طبعا بتتاخد، الحقنة حسب الشركات ما مكتوب على الحقنة، بتتاخد كل أسبوعين مرة أو كل أربع أسابيع، والجرعة بتختلف من راجل للتاني أو من واحد للتاني حسب ظروفه وحسب حالته. ما نقدرش نعتمد على الأعراض فقط عشان نشخص ونقرر إن الإنسان ياخد الإبرة أو الإبر، لأن الأعراض متشابهة مع حالات كتيرة. لازم نعتمد على التحليل وبرضه نربطه بالأعراض. بالمناسبة الإبرة أو العلاج اسمه تستوستيرون سيرابي، تستوستيرون ريبليسمنت سيرابي، يعني ريبليسمنت مجرد تعويض، يعني ما بيصلحش سبب النقص وانما بيدي الجسم تستوستيرون، ما بيعالجش السبب. ولذلك اللي عنده التستوستيرون منخفض بيتنته ياخد في التستوستيرون ده على طول الحقن على طول، طالما ما عالجش السبب وما حلش المشكله التي ادت الى انخفاض التستوستيرون. لو قررت تاخد التستوستيرون طبعا الدكتور هو المفروض يديك الحقنة، او ربما يسمح لك بانك تديها لنفسك لو تعرف. لو الدكتور بيديها لك عادة في منطقة الورك او منطقة الفخذ، لو هتديها لنفسك تبقى منطقة الفخذ من قدام. لكن نرجع ونقول ان تحفيز انتاج التستوستيرون طبيعيا افضل بكتير من ان احنا ناخد الحقن، وده مشروح بالتفصيل في فيديو تاني. Thank you.